تفقد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع تفقد شركة قناة السويس للاستزراع المائي، يرافقه عدد من قيادات الهيئة لمتابعة العمل والوقوف على مستجدات أعمال التطوير بالشركة. كما اطلع رئيس الهيئة على مخطط أعمال الاستزراع السمكي بالشركة، حيث بلغت إجمالي عدد الأحواض المستزرعة 187 حوضا، ومن المقرر استزراع 107 أحواض آخرين خلال الشهر القادم. وشملت الجولة التفقدية كلا من الأعمال الإنشائية الخاصة بالمبنى الإداري والسور الخارجي المحيط بالشركة والمسجد، فضلا عن الأعمال المدنية الخاصة بتدييش الأحواض والتجهيزات الملحقة من المجاري المطورة للري.